السلام عليكم. اليوم غنعرفكم على هذا النبتة اللي احنا بالمغربية كنقولوا لها اليازير، او باللغة العربية كيقول لي اكلي الجبل او روزمارين، اللي عنده منافع كثيرة في الصحة، في الجميل، في الطبخ، بزاف ديال المنافع. كنستعملوه في الطبخ، في السلطات، في بزاف ديال في الطبخ الايطالي كيستعملوه مع السمك، وحنا المغاربه كنعمرو به اتاي، كنديروه في بزاف ديال في التجميل مع الحنه حتى الوجه. وكاين حتى العسل، كاين عسل اليازير كما كتشوفوا هنا، بعد النحلات كيرعاو عليه، هي عشبه ممتازه وكنتمنى تستعملوها. وفي الطب كيستخلصوا منها بزاف ديال الادويه، المفيد هو للصحه. وكاين الاوروبيين كيستهلكوه كشاي يومي، مفيد للصحه والبدن، مطهر للامعاء. وانا كنستعمله يوميا، كنتمنى تستافدوا معي.